السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في سلسلة ليرن تشيس، الفيديو رقم 3. والنهاردة هنكمل حركات القطع، وهنشوف بعد ما شفنا حركة البون أو العسكري، النهاردة هنتكلم عن حركة قطعتين جداد. هنتكلم النهاردة عن الروك أو الطابية، وهنتكلم عن النايت اللي هو الحصان. مفيش خلاف بين اي حد بيلعب شطرنج في الدنيا ان اهم قطعه في الشطرنج بعد الملك هو الوزير اللي هو الكوين. وطبعا هناخد الحركات بتاعته، هناخد الخطط بتاعته، هناخد كل حاجه ان شاء الله قدام، لدرجه ان في بعض الناس لو كان في وسط الجيم والكوين بتاعته اتاكلت ممكن بيسيب الجيم وما بيكملش الجيم بتاعه. القطعه اللي بعد كده على طول في الأهمية الناس بتعتبرها الطابية. طبعا هما التلات قطع اللي هي الطابية والحصان والفيل، هما التلاتة غالبا زي بعض في الأهمية. ده عن نفسي يعني أو رأيي إن هما التلاتة في نفس الأهمية. اللي بيفرق الحاجة الوحيدة اللي بتفرق أهمية الطابية عن الاتنين التانيين اللي هو الحصان والفيل، إن الطابية هي الوحيدة اللي ممكن مع الوزير طبعا في نهاية الجيم ممكن تنهي بيها الجيم لصالحك، يعني ممكن تفوز بالجيم لما يكون معاك ملك وطابية بس بالشكل اللي انت هتشوفه قدامك ده. اهو ملك وطابية فقط، عن طريقهم تقدر تفوز بالجيم. ادي تشيت مات او كش ملك مات. يبقى بالنسبة للتلات قطع اللي هو طابية حصان فيل، التلاتة بنفس الأهمية، ولكن اللي بيفرق عنهم الحاجة الوحيدة الطابية، ان انت زي ما قلنا دلوقتي ممكن لوحدها مع الملك تقدر تفوز بيها بالجيم. الفيل ما ينفعش تعمل بيه كده، والحصان كمان ما ينفعش تعمل بيه كده، هي الطابية بس اللي في اخر الجيم ممكن تفوز بيها. ونشوف حركة الطابية. الطابية زي ما احنا شايفين الطابية بتاعت البيضة اهيت، بتمشي او بتتحرك بشكل طولي وعرضي غير مقيدة بأي ألوان. يعني الطابية قدامك اهي انا واقف عليها، هو طبعا مديني الألوان اللي انا ممكن احط او الأماكن اللي انا اقدر احط فيها الطابية بتاعتي. الطابية ممكن تتحط هنا 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 هنا، الخط كله بتاع الطابية. والناحية التانية نفس الكلام ولكن لغاية هنا بس طبعا لأن المكان ده مشمول. تحت نفس الكلام وفوق نفس الكلام. طبعا العلامة الحمراء دي معناها ان ممكن تاكل العسكري ده، يعني الطابية دي ممكن تاكل العسكري ده. وبرده موضوع الاكل هنبقى ناخده بعدين عشان نقول معاه استخدام الارقام والحروف اللي احنا اتفقنا عليها. يبقى حركة الطابية حركة سهلة، طولي وعرضي غير مقيدة بأي الوان. وطبعا انا بقول الكلام ده لان احنا لما هناخد دلوقتي البيشو او الحصان او الفيل هتلاقي ان الفيل هو مقيد بألوان، الحصان مش مقيد. وبرده الحصان ليه جزئيه هنشرحها دلوقتي، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم عن حركه الطابيه اهوت. ممكن احركها بالشكل ده، طبعا هي ابيض وحطيتها على الابيض مش مهم، ممكن احركها على الاسمر مش مهم، ممكن احركها لقدام مش مهم، لورا مش مهم، براحتي خالص. ممكن احركها في اي اتجاه وممكن اكل بيها العسكري ده، ممكن احركها في اي اتجاه من الاتجاهات الاربعه. يبقى حركه الطابيه يمين شمال فوق وتحت غير مقيده باي الوان. دلوقتي جه معاد قطعه مهمه جدا في الشطرنج. انا واحد من الناس عن نفسي لما بتفرج على حد بيلعب شطرنج وبلاقيه بيستخدم القطعه دي بشكل كويس او بشكل مثالي زي ما بنقول، بعرف ان اللاعب ده ممتاز في لعبه الشطرنج. القطعة دي اللي هي النايت او الحصان. الحصان فيه مميزات بتخلي امكانياته عالية جدا اثناء اللعب، وان كان ما هوش زي الطابية ممكن لوحده في اخر الدور ممكن تموت بيه الملك اللي قدامك، ولكن فيه خصائص مهمة جدا. اهم خاصية فيه ودي المشهورة جدا في الاستخدام ان هو بيتخطى اي حاجة قدامه، مفيش حاجة بتقف قدامه. لذلك احنا قلنا في الاول ان انا ممكن الحصان ده ابدا بيه يطلع هنا. ازاي يطلع هنا؟ هو اصلا في السكه في حاجات حاجز. لا، الحصان هو الوحيد اللي يقدر يتخطى. الطابيه ما تعرفش، يعني انا قفت على الطابيه ما لهاش مكان تروح فيه. الفيل برده نفس الكلام ما لهوش مكان يروح فيه، ولا الوزير كمان، لازم السكه تكون فاضيه عشان يعرف يتحرك. اما لو السكه مقفوله
ما يعرفش يتحرك نهائي. الوحيد اللي بيعرف يتخطى اي قطعه موجوده قدامه هي الحصان، ودي اول خاصيه موجوده في الحصان. تاني حاجه موجوده في الحصان، الحصان دايما اللاعب اللي قصادك بيبقى بيتلخبط شويه في حركته، لان هو حركته ليها حركه مخصوصه، ليها حركه مخصوصه. هناخد بالنا كده دلوقتي ونشوف حركه الحصان ازاي. انا هقف على الحصان عشان اعرف هو بيتحرك ازاي. الحصان اهوت، هقف عليه. شايفين الالوان اللي ظهرت؟ كام لون ظهر؟ 8. الحصان اي حصان في اي مكان لو في النص طبعا ليه 8 اماكن ممكن يتحرك فيها. ادي مكان اهو، ومكان اهو، ومكان اهو، ومكان اهو، ومكان اهو، ومكان اهو. والاحمر ده معناه انه هياكل ده، وده مكان كمان. طب احسبها ازاي؟ احسبها ازاي؟ خد بالك كده 1 2 3 1 2 3. بيتحرك 3 خطوات، الحركه الثالثه لازم تكون في اتجاه من الاتجاهين. يعني هقول الحصان ده 1 2 3، تبقى يمين يا شمال، ما تبقاش قدام، يبقى 1 2 3 او 1 2 3. نفس الكلام لو انا مشيته لورا 1 2 3 او 1 2 3. طب لو انا مشيته بالجنب 1 2، يا اما 3 فوق يا اما 3 تحت. لو مشيته الناحيه الثانيه شمال 1 2، يا اما 3 تحت يا اما 3 فوق. يبقى بيتحرك 3 خطوات في نفس الخطوه، ولكن الثالثه لازم تكون في اتجاه مختلف. لو طلعت لقدام يبقى 1 2 3، يا اما يمين يا اما شمال. لو رجعت لورا 1 2، برضه يا 3 يا يمين يا شمال. لو يمين يا فوق يا تحت، ونفس الكلام هنا. طبعا حركته ما هيش صعبه، بالممارسه هتلاقي نفسك حافظتها. فدايما اللاعب اللي قصادك ما بياخدش باله قوي من موضوع حركه الحصان. الحصان خداع جدا في حركاته، بيبقى موجود في مكان وانت ما بتلاحظش ابدا المكان اللي هو ممكن يروح فيه. لذلك لما هنيجي نشرح جزئيه الخطط قدام هنعرفك ازاي لما يكون الهجوم عليك بحصان ازاي تتصرف، لان الحصان مش سهل ومش اي حد يقدر يلعب بالحصان. انا همسك الحصان بتاعي وهاكل بيه القطعه دي، او همسك الحصان بتاعي 1 2 3، هجيبه هنا اهو، او همسك الحصان بتاعي وهمشي بيه 1 2 وارجع لتحت 3 براحتي خالص. تمام، لاحظ كده المكان الجديد بتاع الحصان، نفس الكلام 1 2 3 او 1 2 3 او 1 2 3. يعني الحصان بيتحرك 1 2، والثالثه بتكون في اتجاه مختلف، ودي حركه الحصان وحركته مهمه جدا.